جماعة توابت القروية جنوب إقليم آسفي على موعد مع حدث هام، إعطاء انطلاقة مشروع فلاحي في إطار تنمية سلاسل الإنتاج المقاومة للتغيرات المناخية، ومن أجل إنعاش التشغيل الذاتي بالجماعتين الترابيتين التوابت والمعاشات. وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي مرفوقا بعامل إقليم آسفي يشرفان على إعطاء انطلاقة مشروع فلاحي ناهز غلافه المالي 21.63 مليون درهم، وسيستفيد منه 853 شخصا. حصة الأسد منها ستعود للمرأة القروية بين جماعتي التوابت والمعاشات. يهدف هذا المشروع إلى تنويع سلاسل الإنتاج عبر إدخال زراعات وتقنيات مقاومة للتغيرات المناخية على مساحة 1500 هكتار، وتحسين وتنويع مصادر دخل صغار الفلاحين وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب وأنشطة مدرة للدخل للمرأة القروية وتنظيم الفلاحين وتعزيز قدراتهم المهنية. واستعرض السيد صديقي والعامل شينان إحصائيات حول استراتيجيات الجيل الأخضر لأهم مكونات البرنامج الفلاحي لإقليم آسفي في أفق 2030، بالإضافة إلى أهم الإنجازات بين سنتي 2020 و2023، حيث بلغت مساحة التأمين ضد المخاطر المتنوعة 74,000 هكتار، وتم كراء أزيد من 148 هكتارا من الأراضي الجماعية، منها 98 هكتارا لفائدة الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وتخصيص حوالي 167 مليون درهم لدعم الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى خلق 77 تعاونية فلاحية. سيدي كنشكروا هاد الناس اللي جابوا لنا هذا المشروع، على الرئاسة الجامعات ولا الاعضاء ولا القياد ولا السلطه ولا الناس اللي دخلوا في هذا الشيء كاملين. حنا فرحانين بهذا المشروع هذا بزاف كتعمر لنا البلاد وكنستافدوا شحال ديال الحوايج. شنو داروا لكم اليوم؟ شنو هذا المشروع سيدي؟ اليوم داروا لنا الخروب، وكيقولوا غادي يكون الدراك وكيكون الزيتون، كاين بزاف ديال الحوايج كيكونوا في البلاد. اييه جا عندنا الوزير، اييه هو اللي دش لنا هذا المشروع. وحنا فرحانين بهذا الشيء بزاف.